انت فين يا فاق؟ احنا بابا انا بابا بعتني اجيب الحاجات الحلوه، فايه انا نسيت اجيب الشنطه بتاعته فرجع هو، يعني اكيد انا ما عملتش حاجه، خد زين وراح هو وزين يجيبوا شنطته من العربيه. هل تيجي نعمل في بابا مقلب ان احنا مستخبيين وما رحناش المكان ده؟ يلا بس لازم عشان نعمل مقلب ده لازم لايك وشير وسبسكرايب عشان نسالكم كل جديد، ولازم توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد ممكن عشان يوصل لاي حد يحبك. بصوا بصوا الشكل، بص المنظر، بص 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 احنا عايزين نراقبه، عايزين نراقبه. بص هم هيبقوا جايين كده من هنا. ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم، انت بتزعق. طب مش عامل زيزو تعال وريني عينك، تعال وريني عينك. يلا زيزو تعال هو في حد جوه؟ ستة كده زيزو هنخش هنلاقي كرتون كده مرعب. كرتون مرعب؟ اه هنخش بيت الرعب. بص هنا في ايه؟ يلا بقى عشان نخش، يلا نخش بس لما هم يطلعوا. يلا يا سودا، يلا يا فاق زين. مستعد؟ على زين شكله عاجبه الحوار ده. ايه فين الربا فاتت؟ بص مية، هو الافضل نقط ثاني كرسي ورا، كله شبه بعض يعني ورا. يلا طب خش، انا هخش معاك دلوقتي. بص يا بابا البسه بتقرب لك كل حاجه. زيزو البس كده وريني، وريني روان لبسها لي. طبعا هو متعود بقى يا عيني. يا عيني لا العكس كده مش صح. اوبا طب تروح من الناحيه الثانيه. طيب معايا انا هبدا اللي راكب بقى اي حاجه. هو انت عامل كرتونات ايه؟ ماشي. اول ما تبدا تشغل قول لي عشان اغسله، عشان بس هو هنا ممنوع ان احنا نصور. على بابا نبدا هنخلص ونرجع تاني. يلا يا زيزو خلصنا. هو ما بيفوتش، هو سبونش بوب. رش على رجل ميه. احنا قلنا سبونش بوب بس، ايه رايك يا فودة؟ رش على قفايا، رش على قفاك ميه؟ اه انت قاعد في النص يا خوان. فين زيزو؟ حلوة يا زيزو؟ خد هو عاجبه الزحلقة دي قوي. يلا يا زيزو روح يا رواه، روح يا بابا. يلا يا زيزو تعالوا بقى دلوقتي نشوف احنا ممكن نعمل ايه تاني. احنا بابا انا بابا بعتني اجيب الحاجات الحلوه، فايه انا نسيت اجيب الشنطه بتاعته فرجع هو، يعني اكيد انا ما عملتش حاجه، خد زين وراح هو وزين يجيبوا شنطته من العربيه. هل تيجي نعمل في بابا مقلب ان احنا مستخبيين وما رحناش المكان ده؟ يلا بس لازم عشان نعمل مقلب ده لازم لايك وشير وسبسكرايب عشان نسالكم كل جديد، ولازم توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد ممكن عشان يوصل لاي حد يحبك. واستنى المقلب. بص هنستنى فين المكان اللي انتوا كنتوا قاعدين فيه؟ استنى انا عايزه اعمل مقلب فيه. عملنا في مقلب اللي احنا مش عايزين نصور معايا وما ردناش المقلب. بابا هنعمل له مقلب تاني ونشوف بقى هو هيرد لنا المقلب ولا لا. لازم لايك وشير وسبسكرايب قبل ما نبدا المقلب. بصوا هيبقى مقلب في تحدي، وتحدي في مقلب دبل. احنا الاثنين تعالى، احنا الاثنين اكننا طلعنا. لو بص احنا هنسيب الشنطه على الترابيزه. لا لك لا تعالى رايك نستخبى هنا؟ تعالى بص تعالى نستخبى هنا. بص يا جماعه بص البتاعه اللي هي ديت
هنروح نستخبى وراها في الزاويه بتاعها، بس وهنبقى مثبتين الكاميرا وهنوريكم لحظه بلحظه هو عمل ايه. تن 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 تن. لا يلا بص احنا عايزين نقعد فين. بصوا المكان ده هنحط شنطنا فيه يا جماعه. انا كيفه. بصوا بصوا الشكل، بصوا المنظر، بص 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 احنا عايزين نراقبه، عايزين نراقبه. بص هم هيبقوا جايين كده من هنا وهوريكم هم جايين من هنا يا جماعه. تن 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 تن. بصوا نعم يعني بس هنفضل قاعدين نستخبي هنا. لا احنا لدينا نستخبي مع بعض، فطبعا لازم يا جماعة المقلب ده ينجح عشان نعمل لكم مقالب من ديك كتير وتحديات اكتر. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وعايزة الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن، وعايزة اللايكات 100 لايك مثلا، يعني كل فيديو تزوده 100 لغاية ما نوصل لحمنا. قاعد انا عايزه انام يا جماعه. استنى انا هشوف بابا جاي من هنا كده. هو متهيألي بابا يا اما هيجي من هنا يا اما هيجي من هنا، ما اعرفش هيجي من اي حته. بس احنا لازم يا فادي نستخبى عشان لو جه يشوفنا واحنا داخلين هنا. انا خايفه خايفه. فادي خليك انت مراقب بابا، بس تعالى نقعد هنا عشان احنا لو شفنا هنتكشف واحنا داخلين. لا ما ينفعش، واحنا في مكان يعني امن، ولو هو ما لقيناش ممكن يروح يقول مثلا للجامعه. وما ينفعش اصلا نخرج من البوابه غير باذن بابا او ماما، ما ينفعش نخرج من البوابه الا كده. فهو اكيد يعني ما خايفه. يلا تعالى انا خايفه كمان. خايفه. بصوا استنى هثبت لكم التليفون في مكان. بصوا هثبت لهم التليفون هنا ولا هيقع يا جماعة. هيبقى كده التليفون. خلي بالك يا فهد. اهو يا جماعة استنوا هنعمل كده. تعالى بقى يا فهد، تعالى هنا بقى. الموبايل هنا. تعالى انت بقى. ممكن نشوف. احنا هنشوف هنا. احنا هنشوف هنا. لا مش هنشوف. تعالى بقى. عرفت عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الساعه هي اللي فضحتكم. الساعه عرفت ان انا قربت، راحت جايبه لي رساله قالت لي ان انت قربت من التليفون.